حشد العرب وبأعلى مستوياتهم القيادية موقفهم في مؤتمر دعم القدس بالصمود والتنمية وتعزيز موقف أهلها، ونقلوا قضية القدس إلى الرأي العام العالمي في خطوة تجسد التضامن العربي في طريق الدفاع عن فلسطين وقضيتها ومقدساتها. وجاء المؤتمر الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة تنفيذا لتوصيات قمة الجزائر الأخيرة إلى دعم وتعزيز صمود المقدسيين ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة الساعية إلى إفراغ المدينة من أهلها ومحاولة تهويد المسجد الأقصى. وحضر البعد الاقتصادي والاستثماري في المؤتمر بالتوازي مع المحور القانوني، باعتبار أن تعزيز الاستثمار بالقدس والبلدة القديمة منها أحد أساليب المقاومة والصمود. وخلال كلمة الأردن أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة توحيد الجهود العربية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم، مبينا أن القضية الفلسطينية ستبقى في مقدمة أولويات القضايا العربية. نجدد وقوفنا إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين، ونطالب المجتمع الدولي بتلبية حقوقهم العادلة والمشروعة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية. ونعيد التأكيد على أن الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية والاقتحامات في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني التي تعيق فرص تحقيق السلام المنشود. فأي محاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم ستكون لها انعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها. من جانبه شدد الرئيس المصري في كلمته على أن القضية الفلسطينية لا تزال أولوية لدى مصر والعرب، مؤكدا دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية. كما يزيد من الأسف أن كل ما تقدم إنما يعوق حل الدولتين ووضع الطرفين والشرق الأوسط بأكمله أمام خيارات صعبة وخطيرة. لذلك فإنني أغتنم هذه المناسبة لتجديد دعوتي للمجتمع الدولي وشركاء السلام لضرورة العمل معاً على إنفاذ حل الدولتين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل باعتباره حجر الزاوية لتطلعات شعوب المنطقة لتحقيق الأمن الإقليمي والاستقرار والتعايش السلمي. كما أدعو الأطراف الدولية لعدم الاستسلام للجمود السياسي الذي يتراكم مع الزمن ويزيد من تعقيد التسوية في المستقبل. إن مصر ستستمر في الدعوة لمعالجة جذور الأزمة المتمثلة في الاحتلال، ولن تألو جهداً في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته، وستواصل من أجل هذا الهدف العمل مع طرفي الصراع لإعادة إحياء المسار السياسي، كما سنواصل جهودنا للتعامل مع التحديات الآنية، وسنعمل مع جميع الأطراف على التهدئة بالضفة الغربية وقطاع غزة. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أشكال العدوان والاضطهاد خاصة في القدس المحتلة، مشيرا إلى أن المؤتمر المخصص لقضية القدس سيكون بمستوى تلك القضية الكبيرة التي يتناولها. وكما رفض شعبنا وعد بلفور ونتائجه، فقد رفضنا أيضا كل محاولات تصفية قضيتنا أو اختزالها أو تزييف وطمس حقائقها، ورفضنا صفقة القرن التي أطلقها الرئيس ترامب وأعطى كل القدس للإسرائيليين لليهود، ورفضنا ولا زلنا نرفض نقل السفارة الأمريكية أو أي سفارة أخرى إلى القدس. كما رفضنا في شهر يوليو
2017 محاولات إسرائيل لوضع بوابات إلكترونية تتحكم في الدخول والخروج من الأقصى، وضرب أهلنا في القدس أروع أمثلة البطولة والوحدة مسلموه ومسيحيوه في التصدي لهذه المؤامرة وإفشالها. يذكر أن قمة الجزائر الأخيرة أوصت بضرورة وضع وصياغة استراتيجية عربية موحدة تحدد المواقف تجاه القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، وعدم التنازل عن اعتبار مدينة القدس ذات المكانة العربية والإسلامية. لبرنامج بيت الكل، شاد الشخامبة، التلفزيون الأردني. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم العربي بيت للكل. هذه الحلقة مخصصة للقدس، قضية العرب الكبرى، حقيقة آلامنا وأحزاننا ومواقفنا العربية التي تتجه صوب فلسطين. رهينة الأسى، كم عانيت من ألم، أبكيك يا قدس أم يا قدس تبكيني، يا درب آلامنا سار المسيح به، فهدهدي حلمي بالله ضميني. إذن مشاهدين، هذه الحلقة بكل تفاصيلها سوف تتحدث عن فلسطين وهذه القضية الكبرى، وأيضا نناقش مع الزملاء والضيوف في هذه الحلقة الخاصة. أهلا يا أحمد. اسمحوا لنا أيضا مشاهدينا أن نرحب في بيت للكل بأشقائنا وأحبائنا من الدول العربية، من العراق، من مصر ومن فلسطين. في بيت للكل، في بيت كل الأردنيين، التلفزيون الأردني. كما قال أحمد، القدس إنها الحق الذي لا يسقط بالتقادم، إنها الجزء الحاضر من عقيدتنا ومن حضارتنا ومن أبعادنا العربية. القدس الحاضرة في أي محفل دولي، والتي ستبقى القضية المركزية العربية لكل العرب. تمام يا لانا، زي ما قلتي. والسؤال الذي نطرحه اليوم، سؤال نطرحه على أنفسنا، هل القدس ما زالت بحاجة إلينا؟ الإجابة، القدس ما زالت بحاجة أكثر من أي وقت مضى. القدس الرابضة تحت الاحتلال، الاحتلال الذي أصابها بالوجع والقهر. نعم يا شافكي، ونستغل هذه الحلقة من برنامج بيت للكل وتحديدا من العاصمة الأردنية عمان، والأردن صاحبة الوصاية على قدس الأقداس والمحافظة على وضعها التاريخي القائم بمقدساتها الإسلامية والمسيحية منذ عقود مضت ولعقود تأتي. بالتأكيد يا سلام، هذه الحلقة حقيقة التي لها يعني خصوصية لدى جميع المذيعين زملائي في برنامجنا العربي بيت للكل، وأكيد المشاهد العربي، لما تحمل القدس من ثنايا القلب وأيضا من آلامنا وأوجاعنا وما مرت به على عقود من الزمن، والمواقف العربية التي ما زالت مستمرة، والأصوات التي تصدح من داخل فلسطين بأن تتحرر الأرض حقيقة وتعود إلى أهلها من حقيقة الاحتلال الإسرائيلي الذي عبث في الأرض فسادا. وهذه الحلقة مخصصة نتحدث فيها عن الأبعاد الدينية والتاريخية لهذه المدينة التي لها خصوصية عند جميع العالم، وإن شاء الله نقول بأن تعود القدس وتعود فلسطين آمنة سالمة بأهلها وناسها في كل ما تمر من الشمال إلى الجنوب. تمام يا أحمد. والحقيقة، ولأن برنامج بيت للكل له دور كبير، له دور كبير، له رسالة، وله أيضا رسالة تنوير لشعوبنا العربية. ونتساءل جميعا، كلنا نشاهد يوميا ماذا يحدث للقدس، عمليات من التهويد، ونرى أيضا التطرف الكبير الموجود في المستوطنات، ونرى أيضا الكثير من الحالات اليومية من الاستشهاد، من الألام التي ما زالت موجودة. الأهم والذي يزيدنا وجعا يوميا هو الانتهاك لباحات المسجد الأقصى. نعم يا شافكي، ونستغل في هذه اللحظات نرحب بضيفنا في الاستوديو معالي الوزير هايل عبد الحفيظ داود، وزير الأوقاف الأردني الأسبق. أهلا ومرحبا بك معنا في برنامجك. حياك الله، مرحبتين فيك أخي الكريم، وأتشرف بمعية هذه النخبة الكريمة من الإعلاميين، من أبناء العالم العربي الذين نرحب بهم في بيت العرب جميعا، الأردن وعاصمة عمان. شكرا. قبل الخوض في تفاصيل حلقتنا، نتوجه وإياكم مشاهدينا الكرام إلى هذا التقرير الذي يتحدث حول البعد التاريخي والديني وأيضا الوطني لمدينة القدس وما تعانيه اليوم من انتهاكات إسرائيلية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. هو المسجد الأقصى المبارك القائم بناء ورمزا ومعنى ومقدسا ودلالة وإرثا إسلاميا على 144 دنما، ويضم 200 معلم تعد تحفة وسجلا معماريا روحيا وماديا يمثل مراحل التاريخ الإسلامي. هذا الأثر الإسلامي مجمع روحاني ثقافي امتدت قداسته منذ بدء الخليقة عابراً التاريخ من الجهة الجنوبية الشرقية للقدس العتيقة، ممتداً في طهارته كأيقونة نفيسة إلى قلب كل مؤمن ومؤمنة. ما عمره غاز ضله شيطانه إلا واندحر مهما طال الزمن. فعبر التاريخ كثر هم الغزاة الذين جثموا على صدر القدس، تلاشوهم وبقيت المدينة عربية إسلامية مسيحية رغم أنف العابرين. التراث الإسلامي ماثل هنا في كل زاوية وصحن وعلى كل حجر، كما لا يماثله أثر إسلامي في العالم. من الأقصى المبارك الذي وضعت أساساته الملائكة إلى حائط البراق الذي أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام في ساحاته بأنبياء الله ومرسليه، إلى قبة الصخرة المشرفة المعلم الأكثر قداسة لمعراج رسول الله محمد الرسول الأعظم، ومنها إلى السماء. ويعتبر الحرم القدسي الشريف بمجمله صحناً للمسجد الأقصى، مشكلاً سدس مساجد البلدة القديمة للقدس العربية، ضاماً كافة الساحات والمساجد والمصليات الواقعة فوق الأرض وتحتها، وكذا المآذن والمصاطب والقباب والمدارس والأبنية والأروقة والمرافق والأبواب والأسوار المحيطة بالساحة المفتوحة للمسجد من جهاته الأربع. للمسجد تشد الرحال، وفيه ينوب الفلسطينيون عن الأمة بالذود عن حياضه الطاهرة، غير آبهين ببطش المحتل وجبروته وغيه وصلفه. هم زائلون ونحن باقون، وهذه حتمية التاريخ، وهذا وعد السماء. عدنا إليكم مشاهدينا من استديوهات التلفزيون الأردني وبيت للكل مرة أخرى. نرحب بمعالي وزير الأوقاف الأسبق معالي هايل داود. أهلا وسهلا فيك معاليك مرة أخرى. أهلا فيك أختي الكريمة. هلا معاليك. الآن القدس عندما نتحدث عنها فإننا نتحدث عن بعد ضاربة جذوره في عمق التاريخ ومن باطن الأرض إلى عنان السماء، ورغم ذلك ورغم البعد الديني والبعد التاريخي والقانوني والحضاري للقدس، لكن نجد على الطرف الآخر بالمقابل إصرار البعد اليهودي على تهويد تلك المدينة وأيضا على الانتهاكات الصارخة. ما هو التفسير لذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. وبعد، مرة ثانية شكرا على هذا البرنامج الكريم والذي تخصص فيه هذه الحلقة للقدس، هذه المدينة التي هي في ضمير كل العرب. والدليل على ذلك أنه هذا الجمع من الدول العربية اليوم يلتقي للحديث في هذه القضية المصيرية، هذه القضية العقيدية، هذه القضية الروحية في قلب كل واحد من العرب والمسلمين. لا شك
نحن كمسلمين نعتقد أن هذه المدينة المقدسة هي مقدسة لنا ولغيرنا، لا ندعي أن القدس هي مقدسة فقط للمسلمين، وهذا الحقيقة ما يميزنا. هذه مقدسة لنا كمسلمين ولإخوتنا المسيحيين، وأيضا اليهود يقولون أنها مقدسة بالنسبة إليهم. نحن كمسلمين وكعرب لم نمنع أيا من أصحاب الديانات السابقة أن يمارس طقوسه وديانته ويزور ما يعتقد أنه مقدس له، ولكن القضية العنصرية الموجودة عند اليهود اليوم وعند الإسرائيلي، باش نقول اليهود، عند الإسرائيليين اليوم، أنهم يريدون احتكار هذه المناطق المقدسة، ويقولون أن اليوم هذا المسجد الأقصى هو ليس المسجد الأقصى وإنما هو جبل الهيكل، مخالفين في ذلك حتى القوانين الصادرة عن الشرعية الدولية. الشرعية الدولية أكدت في أكثر من قرار وقرارات صادرة عن مجلس الأمن مثل قرار 482 أن هذا المسجد الأقصى، سموه المسجد الأقصى داش الحرم الشريف، إنه هذا خاص بالمسلمين، ولكن هم يرفضون الاعتراف بذلك وينطلقون من منطلقات عنصرية. ومن عشرات السنوات منذ أن وضعوا أيديهم سنة 67 على المسجد الأقصى وعلى القدس الشريف، وهم يحاولون بكل الطرق الملتوية وبكل الأساليب والوسائل أن يثبتوا أن هذا المسجد الأقصى هو ليس المسجد الأقصى، بل هو كما يقولون ويدعون هو جبل الهيكل، وأن لا أحد لهم وأن لا أحد له فيه حق إلا غيرهم. وهذا الحقيقة ينم عن هذه الروح المتعصبة، هذه الروح العنصرية التي ترفض الاعتراف بالآخر والتي تريد أن تحتكر كل شيء لها. وهذه الحقيقة هي نقطة الصراع الأساسية بيننا كعرب وبين هؤلاء الصهيونيين، هؤلاء الإسرائيليين الذين يريدون أن يغيروا الأمر الواقع ويريدون أن يفرضوا أمرا واقعا هم يريدونه في القدس وفي المسجد الأقصى بالذات. الحقيقة يعني بتفق مع كلام حضرتك، وسؤالي لحضرتك هو سؤال يدور في ذهن طبعا يعني الشعب الفلسطيني الذي يعاني كل يوم، وخاصة في منطقة القدس، وأيضا الشارع العربي الذي لا يفهم هذه الحفريات التي تدور كل يوم، رغم أن وجود هناك أيضا يعني خبراء من الناحية البيولوجية إسرائيليين، وهم أكدوا بأنه لا يوجد مكان لهذا الهيكل ولا هذه المزاعم. فما هو الحل؟ يعني إذا كان يعني مثبت فعليا دوليا بأن ليس لهم حق وأن المسجد الأقصى قائم فقط للمسلمين، يعني هذه الفجوة ما بين العالم وعدم إدانته ما تفعله إسرائيل والحفريات اليومية التي تنتهك باحة المسجد وأيضا تنتهك قلوب الشعب الفلسطيني والعربي. من عشرات السنوات منذ احتلال عام 1967 والسلطات الإسرائيلية تقوم بحفريات مستمرة تحت المسجد الأقصى المبارك وفي كل مكان حول المسجد الأقصى المبارك، وحتى الآن لم تجد أي أثر يهودي في هذه المنطقة، ومع ذلك تدعي بمنطق الغطرسة، منطق القوة، منطق العنصرية، بالمنطق المدعوم للأسف من بعض القوى العالمية، مخالفة في ذلك كل القوانين الدولية. يعني الأردن استطاع في سنة 1980 يصدر قرارات من اليونسكو، وسنة 1981 وعشرات القرارات التي صدرت من اليونسكو، كل هذه القرارات تؤكد أنه هذا المسجد الأقصى المبارك هو خاص بالمسلمين بهذا النص القرار الصادر، يعني أن المسجد الأقصى صحيح بكل ساحاته خاص بالمسلمين. إحنا السؤال حنقول أين اليونسكو من ما يحدث للمسجد الأقصى؟ هناك تهديد لهذا المسجد من كثرة الحفريات. في سنة 1981 الأردن استطاع أن يصدر قرار من اليونسكو أن يجعل المسجد الأقصى المبارك ضمن التراث العالمي المهدد بالانقراض. لماذا مهدد بالانقراض؟ بسبب الأعمال الإسرائيلية التي تجري وعلى رأسها الحفريات
والاقتحامات والادعاءات ومحاولة تزوير التاريخ. ولكن تعرفي أختي الكريمة، اليونسكو ليست منظمة صاحبة قرار يمكن أن يتم تنفيذه، يعني ليست هي مجلس أمن، علما بأن حتى مجلس الأمن أصدر أكثر من قرار أنه على الأقل يعني قرار مجلس الأمن أنه القدس الشرقية هي أراضي محتلة بما فيها المسجد الأقصى وكل المقدسات الموجودة فيما يسمى بالقدس الشرقية هي أراضي محتلة، وأنه يجب على القوة القائمة بالاحتلال اللي هي سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تحترم هذا القرار وأن تقوم بتنفيذه وأن لا تقوم بتغيير الأمر الواقع الموجود في الأرض المحتلة بالقوة. ومع ذلك سلطات الاحتلال تضرب عرض الحائط بهذه القرارات وتخالف الشرعية الدولية اللي أكدتها عشرات القرارات، من قرار 181 الصادر سنة 47 إلى عشرات القرارات الصادرة بعد ذلك، ومع ذلك للأسف نتيجة يعني الحماية المفروضة لهذا الكيان من قبل بعض القوى الكبرى يعني تمنع اتخاذ إجراءات بالقوة لفرض هذه القرارات على هذه السلطات المحتلة. معالي الوزير، حقيقة هذا الحديث عندما نتحدث لسنوات طوال بنفس النهج الإسرائيلي بتزييف الحقائق بتغيير التاريخ بمحاولة حتى سلب المواطن الفلسطيني من تاريخه وأرثه وفنه وإبداعه، ليس فقط عن المسجد الأقصى، احنا دورنا كعرب اليوم متواجدين في برنامج عربي من 4 بلدان كان على صعيد مصر والعراق وفلسطين، ماذا علينا أن نفعل اليوم؟ هل نغير الخطاب الإعلامي من داخل فلسطين وخارج فلسطين؟ ما هو النهج الذي يجب علينا أن نتخذه في الأيام القادمة لتغيير هذه السياسات القمعية التي استمرت وما زالت مستمرة على مدار هذه الأعوام؟ هل يعني نبقى بنفس النهج أو نتوقف عند نقطة معينة؟ لا، هو طبعا لا أكيد أن الإعلام العربي عليه مسؤولية كبيرة الحقيقة في أكثر من جانب، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية عموما أو قضية القدس خصوصا. أول هذه المسائل إبقاء دائما التوعية والإرشاد والبيان لكل العالم العربي بشكل عام والإسلامي وأيضا للعالم أجمع بهذه القضية العادلة، يعني ما في قضية أعدل من القضية الفلسطينية وأوضح من الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني عموما. فبالتالي يجب الاستمرار، وهي مسؤولية كل الإعلام العربي ليس في الأردن فقط ولا في فلسطين فقط ولا العراق ولا مصر، كل الإعلام العربي يجب أن يكون عنده نافذة مستمرة في هذا الموضوع حتى تبقى هاي القضية أخي الكريم حية في نفوس العرب أجمعين، أن لا تنطفئ هذه القضية. جزء من المخططات الحقيقة الإسرائيلية والصهيونية أن يطفئوا هذه القضية من نفوسنا لتصبح قضية عادية وترويض الشعوب العربية، يجب أن يعني تبقى هذه الجذوة مشتعلة وهذه القضية العاطفية يجب أن تبقى موجودة في نفوسنا كعرب ومسلمين. النقطة الثانية الحقيقة لابد من فضح هذه الممارسات الإسرائيلية أمام العالم أجمع، يعني اليوم للأسف أنه في جزء كبير من الإعلام العالمي يتأثر بالآلة الصهيونية الإعلامية، أنا بدي أدين الظالم أولا قبل أن أدين هذا المظلوم الذي لا يجد طريقة بكل أمامه. طيب معالي الوزير، يعني نعود قليلا أدراجنا للحديث حول 144 دونما وهي باحات المسجد الأقصى وكل تفاصيله، ولكن قبل هذا السؤال تحديدا أعود للنقطة التي ذكرتها الأستاذ شافكي والحديث حول الحفريات تحت المسجد الأقصى. الحفريات تحت المسجد الأقصى اليوم لمن لا يعلم هي تحت كل هذه المساحة 144 دونما تحت منازل المقدسيين، منازل تهدم وتنهار بفعل هذه الحفريات، جدران تتصدع، وأيضا على مساحة أو على مسافة 5 أمتار تحت المدينة، ولكن تحت المسجد الأقصى تحديدا هي على بعد متران، وهو ما يهدد أساسات المسجد الأقصى بشكل مباشر ويعرضه للانهيار في أي لحظة. نتحدث عن البعد التاريخي والاجتماعي لكل مفردات 144 دونما من مصاطب، من مصليات، من المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ماذا تعني للمسلمين؟ شكرا جزيلا أخي الكريم. طبعا أكيد أن هذه نقطة يجب التأكيد عليها، وهي ما حرص الأردن دائما على إثباته من خلال المنظمات الدولية وبالذات اليونسكو، بالتالي صدر قرار من اليونسكو يؤكد أنه المسجد الأقصى المبارك ليس هو المسجد القبلي فقط
الذي يظن بعض الناس أنه المسجد القبلي ذي القبة الرصاصية هو المسجد الأقصى المبارك. لا، المسجد الأقصى المبارك هو المسجد القبلي، هو قبة الصخرة، هو المصلى المرواني، هو الساحات هذه التي يحيط عليها السور كما تفضلت حضرتك أخي الكريم 144 دونم، هي كلها المسجد الأقصى المبارك داش الحرم الشريف. هذا واحد. اثنين، كل الحفريات التي تمت من قبل هذه السلطة القائمة بالاحتلال مخالفة للقوانين الدولية تحت المسجد الأقصى المبارك، كل هذه الحفريات اليوم، كل حفرية جديدة هم يكتشفوا تحت المسجد آثار إسلامية، آثار أموية، قصور أموية، آثار إسلامية مختلف العصور، مملوكية لغير ذلك، ولم يجدوا كما قلنا من البداية حتى الآن أي أثر يهودي. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة الحقيقة، يجب على المنظمات الدولية المختلفة أن تدين هذه الحفريات الإسرائيلية التي كما تفضلت حضرتك أخي الكريم هي فعلا تهدد المسجد الأقصى المبارك، لأنها في أساسات المسجد الأقصى المبارك. اليوم الذي يطلع على المسجد الأقصى المبارك ويطلع على الآثار والأماكن الموجودة فيه يجد هذا التاريخ الإنساني كله موجود في المسجد الأقصى المبارك، يجد التاريخ الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك، نجد آثار أموية، نجد آثار عباسية، نجد آثار أيوبية، آثار مملوكية، آثار عثمانية، كل التاريخ العربي والإسلامي موجود اليوم في المسجد الأقصى المبارك. مما يؤكد الحقيقة يعني ما قاله جلالة الملك في آخر تصريحاته جزء من يومين، أنه بالنسبة لنا كأردنيين وحتى كعرب المسجد الأقصى المبارك ليس مسألة سياسية، ولا نتعامل مع المسجد الأقصى المبارك أنه كمسألة سياسية أو فقط أنها أرض محتلة يمكن أن نفاوض عليها أو نتحدث فيها. قضية المسجد الأقصى المبارك بالنسبة لنا قضية روحية، قضية عقائدية، قضية تاريخية، قضية سياسية من كل الجوانب، وبالتالي هذه القضية تؤكد للعالم أجمع وبالذات للمحتل الإسرائيلي إنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة ما دامت لا زالت هذه السلطات القائمة بالاحتلال تحاول أن تفرض أمرا واقعا جديدا لا يمكن أن يكون مقبولا لا من الفلسطينيين ولا من الأردنيين ولا من العرب أجمعين. وبالتالي ستبقى هذه القضية إذا لم ترضخ هذه السلطة القائمة بالاحتلال إلى منطق العدل والوئام والسلام والمنطق الدولي والشرع الدولية، ستبقى هذه نقطة توتر دائمة لا يمكن أن تنتهي. أكيد أكيد. معاليك، كيف أسهم المسجد الأقصى في نشر تعاليم الدين الإسلامي ورسالة الإسلام التي يعني تنص على المحبة وعلى السلام وعلى التآخي، وأن هذا الدين هو دين أيضا دين سلام، فكيف ساهم المسجد الأقصى في نشر هذه الرسالة وتأكيدها؟ أختي الكريمة، منذ الفتح العمري للمسجد الأقصى المبارك من 1400 سنة وأكثر وإلى اليوم، المسجد الأقصى المبارك يمارس دورا تنويريا، دورا علميا، دورا إرشاديا، نعم، في نشر رسالة الدين الإسلامي، نشر المحبة بين الناس. والدليل على ذلك، على هذا الأثر العظيم للمسجد الأقصى المبارك، أنه كل المقدسات التي للأديان الأخرى حول المسجد الأقصى المبارك، كنيسة القيامة، غيرها، عشرات الكنائس، درب الآلام للسيد المسيح عليه السلام إلى غير ذلك، بقيت محافظ عليها. نعم. كنيسة القيامة، أبواب كنيسة القيامة مع من؟ مع عائلة مسلمة، مع عائلة مسلمة مقدسية، وإلى يومنا الحاضر هم الذين يحملون. قبل يومين أو بالأمس في الأخبار أنه جاء أحد السياح داخل الكنيسة يريد أن يعتدي على أحد التماثيل، من الذي أوقفه وألقى القبض عليه حتى جاءت الشرطة وألقت القبض عليه؟ شاب مسلم كان من حراس الكنيسة. صحيح. هذه الروح، الروح الانفتاح والاعتدال وسعة الجميع، من الذي بثها؟ الذي بثها المسجد الأقصى المبارك بعلمائه وأئمته ووعاظه. المسجد الأقصى المبارك كان دائما مدرسة في مئات وآلاف العلماء وكبار العلماء الذين كانت لهم مصاطب. هاي المصاطب اللي في المسجد الأقصى المبارك نسميها اليوم مصاطب العلم، كان لكل عالم مكان مخصص في المسجد الأقصى المبارك
يلتقي فيه بتلاميذه وطلابه ويلقي فيه دروسه. كبار علماء العالم الإسلامي كانوا يأتون إلى المسجد الأقصى المبارك ليكون لهم في حلقة علم، وبالتالي الحقيقة المسجد الأقصى المبارك بالإضافة إلى مكانته الدينية مارس دورا تنويريا، دورا علميا كبيرا على مدار التاريخ منذ الفتح العمري وإلى يومنا الحاضر لا زال يمارس هذا الدور. ولذلك نحن نجد مثلا أنه جلالة الملك أقام في المسجد الأقصى المبارك وقفية خاصة، صح، وقفية خاصة أقامها جلالة الملك، وقفية علمية هي وقفية الإمام الغزالي في المسجد الأقصى المبارك، وخصص لها 5 مليون دولار من أجل بث هذا العلم وهذا الفكر والحفاظ على دوره والحفاظ على هذا الدور. في المسجد الأقصى المبارك أختي الكريمة في هناك 13,000 طالب في المدارس الموجودة اليوم، وتنفق عليها المملكة الأردنية الهاشمية للقيام بهذا الدور التعليمي في المسجد الأقصى المبارك. خلينا نتفق في متحف، بعد إذن حضرتك، في متحف خاص للمخطوطات في داخل المتحف بأحدث ما يمكن، فيه آلاف المخطوطات الموجودة وفيه آلات وأدوات حديثة لحفظ هذه المخطوطات، لحفظ هذا التراث الإسلامي العظيم. معالي دكتور هايل داود، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الحوار الذي أضفت فيه كثيرا، بشكر حضرتك وشرفتنا في بيت للكل. شكرا جزيلا أختي الكريمة، وأهلا وسهلا بك وبباقي إخواننا الكرام من هذا العالم العربي الكريم في بلدهم الثاني الأردن. أكيد. مشاهدينا، الحقيقة بالأمس القريب يعني الزملاء في التلفزيون الأردني اصطحبونا إلى مكان، وكنا في هذا المكان نشاهد غروب الشمس قبال القدس الشريف، يعني كنا في الصلت ونحن بأعيننا نشاهد غروب الشمس. الحقيقة كان مشهد جميل ورائع بالنسبة لي أنا كمصرية عربية، كان مؤثر جدا أنت تشاهد غروب الشمس على مدينة يعني زي مدينة القدس، وتتمنى أن تشاهد الغروب داخل القدس. كان أصعب على زميلنا سلام الذي ظل يراقب الغروب حتى آخر ثانية في هذا الغروب. هذا هو الشعب الفلسطيني، هو يشاهد الغروب والشروق على القدس ولكنه لا يصل إلى القدس ولا يمكث فيها. سنواصل معكم هذه الحلقة، القدس والأقصى الشريف، بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية من الأردن الحبيب ومن التلفزيون الأردني. نتواصل معكم في الجزء الثاني من لقاء الليلة مع بيت للكل، وتحديدا هذه الحلقة الخاصة بالقدس والمسجد الأقصى المبارك. في هذا الجزء شافكي بسعدنا أنه نرحب معنا بالدكتور حازم قشوع، الباحث السياسي والأمين العام لحزب الرسالة الأردني. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا بك. قبل البدء بالحوار دعنا نتوجه وإياك والسادة المشاهدين إلى هذا التقرير الذي يسلط الضوء على أبرز الاعتداءات الإسرائيلية وانتهاكاتها وتهويدها لمدينة القدس المحتلة، فابقوا معنا. منذ احتلالها مدينة القدس عام 67 وإسرائيل توالي جهودا محمومة لتهويد ما أمكنها في القدس من شواهد دالة على عروبتها وإسلاميتها في سبيل تعزيز روايتها الزائفة والقائمة أصلا على جملة من التحوير والتدليس. وخلال السنوات الفائتة تعالت وتيرة التعديات على القدس حتى أنها تجاوزت كافة المحرمات ومست حرمة المكان ووصلت حدود تدنيس باحات المسجد، والمطالبة بتقسيمه زمنيا ومكانيا، وباشر الاحتلال إجراءات عملية لتحقيق هذه الغاية الخبيثة، وخاصة في ظل الائتلاف اليميني المتطرف والذي يضم من بين مكوناته من يعتنقون الفكر الأكثر تطرفا وخطرا على المدينة المقدسة. وتشهد المدينة وأقصاها الشريف انتهاكات واستباحات يومية لقطعان المستوطنين يتقدمهم غلاة المتطرفين
من يشغلون مناصب متقدمة في حكومة الاحتلال، وهذا يشكل انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين والاتفاقات الموقعة برعاية دولية بين أصحاب هذا الإرث والاحتلال، حتى أن الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة وصلت حد المس بالوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات من خلال ممارسات دونية، وهذا من شأنه المس أيضا بأبجديات العلاقات والاتفاقات التي تضبط إيقاع العلاقات بين الدول. في القدس لا تتوقف أبدا الانتهاكات الإسرائيلية وتجري عمليات الحفر أسفل المسجد وحوله، فيما تتواصل كافة أعمال الطمس والتهويد والأسرلة لغرض إنهاء ملف القدس وحسمه لصالح دولة الاحتلال. إذن مشاهدينا، تابعنا من خلال هذا التقرير الذي عرض من فلسطين حقيقة المشهد الذي يجب التوقف عنده، هو مشهد بأن وزير فيها الحكومة الإسرائيلية المغتصبة المحتلة المعتادة على القمع والتهجير والترويع والقتل وما سمي من هذه المسميات التي حقيقة هي أبسط مسميات يجب أن تطلق على هذه الحكومة. حقيقة دكتور، من خلال هذا التقرير مشهد بأن وزير يمثل ويقمع ويحاول أن يتوجه أيضا إلى المسجد الأقصى وكأنه هو رجل خارج عن القانون، ليس في سياق منظمات وحكومات، لكن هذا المشهد أيضا يعطي دلالات للإسرائيليين بأن ما تستمر الاعتداءات يستمر ترويع المواطن الفلسطيني في أرضه وبين أهله وبين ناسه وتجريده من كل شيء. يعني بن غفير، يعني هذا إنسان يدعي الإنسانية وليس له علاقة بكل ما تحتوي مفردة الإنسانية بصلة. هذا إنسان يتصرف بعنجهية، يتصرف كأنه زعيم عصابة، ونسي وتناسى بن غفير الوزير الغير عادي في حكومة نتنياهو الغير عادية التي تمتلك حالة كما تمتلك داعش حالة. هي تمتلك حالة توراتية تبتعد عن كل القيم والمثل القانون الدولي، تريد أن تفرض إيقاع بالقوة، ونسي وتناسى بن غفير التوراتي أن لا وجود ما بين النيل والفرات إلا مقدسيين عقيدتهم فلسطين. دعني أقول مرة ثانية لبن غفير، لا يوجد ما بين النيل والفرات إلا مقدسيين عرب عقيدتهم فلسطين. ما في كلام ولا جدال. القصة الثانية اللي نريد من خلال هذا الشعب العظيم الفلسطيني المرابط فوق تراب القدس وفوق أهلنا في القدس، اللي بيمثل ليس فقط أهل بيت المقدس، الذي أنا بعيد بأكد ما بين النيل والفرات لا يوجد إلا مقدسيين تاريخا وعقيدتهم فلسطين. إذا كانت الديانات السماوية الثلاث من الله سبحانه وتعالى يهودية ومسيحية وإسلام، فهنالك عقيدة دنيوية قيمتها العدالة بشكلها فلسطين. احنا بنتحدث عن هذه الحالة وعن هذه القيم وعن هذه المفردة ردا على التوراتيين. نحن ننبذ العنف بكل أشكاله وألوانه وقيمه، لكن ما يقوم فيه هذا الوزير خارج عن المألوف، خارج عن السياق، منبوذ من كل الأوساط حتى الأوساط الأمريكية. وأنا بعرف ما تحدث فيه ويليام بيرنز، يعني رئيس الاستخبارات الأمريكية، عندما التقى نتنياهو قال له ثلاث ما بدي أشوفهم ولا أحكي معهم، أهم واحد فيهم بن غفير وموريشس ومعوز. إذن إحنا نتحدث عن حالة توراتية الشعب الإسرائيلي رفضها. يعني دعنا نقول أنه الشعب الفلسطيني الإسرائيلي رفضها. بالأمس كان لدينا 120 ألف في تل أبيب يقولوا لهذه الحكومة أنت فاشية وأنت عنصرية، ولماذا هذه الاقتحامات ضد المدنيين الفلسطينيين، تفتحيش علينا باب دبابير وعش دبابير. نعم. وخلينا نحكي بكل وضوح وبكل تجلي، إحنا يعني إحنا أنا زي كل العالم منحبش حدا يفوت على أي كنيسة أو أي كنيسة ويقتل. صحيح. لكن عشان كل الإنصاف، اللي قام فيه بن غفير وآلة الحرب العسكرية ويفوت على جنين ويقتل الناس في بيوتهم، هذا عمل إجرامي. رقم اثنين، الرد أجا بعد 48 ساعة، وأنا بقول إنه لولا الرد على الأرض
لما كانت الأمور اختلطت. وأنا بتحدث بحال لسان مقدسي مرة ثانية، لا يوجد بين ما بين النيل والفرات إلا الأربعة هذول المقدسيين عقيدتهم فلسطين. يعني أنا بحكي زي أي واحد برام الله، زي أي واحد في الخليل. إذا أرادوا أنهم يدخلوا في أتون آخر بعيد عن كل المواثيق والأعراف اللي تناولها جلالة الملك في البيت الأبيض واللي تحدثوا فيها الأمريكان، ما عندنا مشكلة في انتفاضة ثالثة، لكن هذه الانتفاضة الثالثة قوانينها راح تكون غير، وضوابطها راح تكون غير، ومفرداتها أعتقد يعني من باب الاعتقاد إنه لولا تدخل الرئيس الفلسطيني برجاء، أقول برجاء من 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 الإدارة الأمريكية، لا تستطيع لا آلة الحرب الإسرائيلية ولا غير حرب الأربعة الإسرائيلية أن تقف شبابنا في جنين وفي نابلس وفي الداخل الفلسطيني. أقول بحديث مباشر، لا نريد اشتباك ولا نتمنى، لكن إذا فرض علينا الاشتباك فالمقدسيين سيعودوا رجالا يدافعوا عن حرماتهم وعن أقصاهم. نعم، معاليك أنا أحترم يعني وبشدة هذه الغيرة على المقدسات وعلى القدس وعلى الأقصى. الآن تحدثت على موضوع الانتفاضة، نتحدث عن الحكومة الحالية وهي حكومة يمينية متطرفة والأكثر شدة تطرفا، وبالمقابل هنالك اعتداءات صارخة وواضحة. أين هي الاتفاقيات الدولية؟ أين هو القانون الدولي؟ أين هي العدالة الدولية في هذا الموضوع؟ الاتفاقيات الدولية التي ضمنت للإخوة الفلسطينيين بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لهم. القانون الدولي كله معنى، يعني أنا بذكركم أنه الأردن اشتبك قانونيا أيام حكومة أيام ما كان عون الخصاوني عندنا في لاهاي، واستطعنا أن نؤكد على هذا الثابت أن ثابت الأرض هي أراضي احتلت عام 67، وهذا باعتراف المحكمة. رقم اثنين، كل القوانين التي جاءت بهذا السياق وآخرها لما كانت حكومة أو لما كانت إدارة الرئيس السابق أوباما وكان جو بايدن نائب الرئيس، اللي هو قرار 2334، جاء ليؤكد أنه حتى الاستيطان غير شرعي. الجغرافيا السياسية اللي نتحدث عليها هي حدود الرابع من حزيران عام 67، حتى الحيط اللي حطه شارون هو حائط غير شرعي، وبالتالي كل القانون والأعراف والمواثيق الدولية هي دائما ذهبت باتجاه يعني الشعب الفلسطيني والقضية المركزية لهذه الأمة. لكن كيف بدنا ننفذها قانونيا؟ منقدرش نستخدم إلا البند السابع في القانون الدولي. إذا استطعنا إنه نأخذ البند السابع، هنا نتحدث عن قوات دولية، وهنا أنا الأوان أن نشارك الدبلوماسية الفلسطينية الرائدة اللي برأسها فخامة الرئيس أبو مازن، بيقوم بدور كثير استثنائي بهذا الجانب. طبعا صنوانه متلازمان لعملة بأكد فيها دائما على ثابت جلالة الملك صاحب الولاية الهاشمية، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قاعد بقوم بدور استثنائي، ورئيس الوزراء السوداني أيضا من العراق قاعدين بتحدثوا بحال لسان قوي داعم حاضنة لأجل هذا الشعب. رقم أربعة، طب إحنا بدنا يعني نخلي هذا الشعب يظل صامت؟ بدنا إياه يظل واقف؟ طيب معناش نعطيه عتاد؟ طب نعطيه مصاري، نعطيه موال. يعني أنا كنت أتمنى وبضم صوتي لصوت الكل اللي بينادي بهذا الكلام، إذا الإسرائيلي قاعدين بيقولوا كل ما تحركوا الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني خطوة باتجاه نضال وباتجاه بطولات، وقفوا عنهم يعني الفلوس ووقفوا عن فلوسهم اللي بتيجيهم أصلا من خلال الجمارك. لابد أن يكون هنالك حاضنة عربية تسند هذا الشعب بنظامته، يكون هناك دعم حقيقي، وأيضا تسند البيت المقدس أكيد طبعا. طيب أنا عايزة أرجع لكلام حضرتك اللي ذكرته وقلت بأن هذه الانتهاكات الغوغائية في المسجد الأقصى هذه قد يعني تخرج إلى ونحن في انتفاضة ثالثة، وربما داخل انتفاضة ثالثة هناك أيضا يعني أشياء كثيرة يعني كشروط زي ما قلت. إسرائيل في هذه اللحظة بدأت تلوح ببعض الأشياء وتمس
أشياء من المحرمات سياسيا، وهي الوصاية الهاشمية على المقدسات في فلسطين وعلى القدس. السؤال هنا، ماذا نفعل؟ كيف تنظرون إليها؟ ما هو دورنا نحن كعرب تجاه ما يحدث الآن وتجاه هذا التلويح الخبيث من إسرائيل تجاه الوصاية الهاشمية على القدس؟ قصة الوصاية هي ليست قصة جديدة، لكن الشعب الفلسطيني قال كلمته. الوصاية لجلالة الملك عبد الله الثاني، البيعة كانت له عام 2012 وانتهى هذا الموضوع، ويجب علينا انه ما نضلنا نحكي فيه، لانه اصبح هذا الموضوع موضوع ليس فقط عربي ولا اسلامي، هذا ده بالنسبة دولي. لنا وانا بتكلم على جايك. التلويح. ايوه، هو اصبح هذا الموضوع اصبح دولي. حتى مرة ثانية يعني البيان الختامي لجلالة الملك والرئيس بايدن أكدوا أيضا على هذا الثابت، أن الوصاية الهاشمية هي خط أحمر لا يجوز لأحد أن يعيد إنتاج ما يسمى ستاتيكو اللي كان متفق عليه بعد انتهاء أو بعد انحسار الدولة العثمانية. خلينا أحكي لك شغلة، أنه بعد انحسار الدولة العثمانية أي بانتهاء الحرب العالمية الأولى، اللي أخذ هذا الدور كانوا الهاشميين، يعني عشان التهوى تاريخ. تمام. وبالتالي إيش الاستاتيكو اللي كان موجود؟ الاستاتيكو كان موجود عليه هو أربع أحياء: حي الأرمن، حي المسلمين، حي المسيحية، وحي اليهود. نعم. هدول هذا الاستاتيكو اللي كان موجود، عشان هيك الكل ممثل، لكن الذي قام ببناء هذه الحاضنة اللي تسمى استاتيكو 1845 كانوا العثمانيين. لما طلعوا العثمانيين وانحصروا وأصبحت دورهم وحضورهم مقصور في الأمة التركية، ممنوع يدخلوا على الأمة العربية أو الناطقين بالعربية بموجب الاتفاقية انتهاء الحرب العالمية الأولى، أصبحت الوصاية من هنا تتبع للهاشميين بحكم هذا الدور التاريخي اللي طبعا الهاشميين ليسوا كانوا فقط هم يعني على القدس، بل كانوا على القدس والحجاز، على القدس ومكة. وبالتالي أنت تتحدث أن التاريخ أراد أن يعيد ذاته وأراد أن يسقط ذاته، وهو الشيء اللي برهنه الشعب الفلسطيني عندما ذهب الرئيس الفلسطيني أبو مازن لأخيه جلالة الملك وأكد على هذه الوصاية سنة 2013. نعم. نعم. دكتور، في ظل هذه الحكومة الأكثر تطرفاً التي نشهدها على الساحة الدولية وأيضاً في فلسطين، أكثر من 30 شهيداً منذ بداية هذا العام ولا زال الرقم في ارتفاع، كيف يمكن لكل الجهود السياسية والدبلوماسية اليوم أن تحول لإبقاء العاصمة المحتلة وإبقاء القدس الشريف بمقدساته خارج دائرة الاستهداف في ظل الجهود العربية المبذولة في هذا الإطار؟ هناك أربع قضايا بدنا ننتبه عليها. القضية الأولى أنه قضية القانون الدولي، لابد أن نتحدث عن القانون الدولي ونهدد باتجاه الذهاب للمحكمة، لأن هنالك إجماع من الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال ذهبت القضية الفلسطينية إلى محكمة لاهاي، الموضوع رح يكون له علاقة بتجريم هذه الأفعال. يعني هم بيستبقوا قاعدين يعني نتنياهو وحكومته، بدناش نحكي عن نتنياهو لأنه صار هو الوديع في هذه الحكومة، بن غفير طبعا وعصابته، هم بيتحدثوا الآن تجريم أي واحد بيطلع بده يقاتل الاحتلال، رفع العلم الفلسطيني. مش بس هيك، بدهم يقتلوه وبدهم يأخذوا أراضيه وبدهم يأخذوا داره ويبيعوا داره ويعطوها للإسرائيلية. يعني والله ما صارت يعني بالسبي البابلي، يعني آسف تنحكي نسبوا أربع مرات وشكله راح ينسبوا المرة الخامسة، يعني بالسبي البابلي ما صار هذا الكلام. رجعنا نتحدث بهذه اللغة، مفروض أنه في عقال لا يتحدثوا بهذه اللغة، لأنه إذا تحدثوا بهذه اللغة أنا بعتقد أنه القرار سنكون باتجاه الذهاب إلى المحكمة الدولية، وعندها الموضوع راح يكون مغاير تماما في المتن كما هو في الشكل والصورة. لديك عمق عربي محترم، وأكبر مثال على ذلك يعني مونديال قطر، ما شفناش ولا علم غير عن فلسطين. العالم كله بيحكي عن فلسطين. توحدت هذه الأمة اللي حكيت لكم إنه تجاه عقيدتها اللي هي فلسطين. رقم ثلاثة، أنا بعتقد إنه إحنا بدنا ندعمهم ماليا، بدنا نوقف جنبهم إعلاميا. هذه اللفتة، أنت بتعرف لما أنت بتحكي لأهلنا فلسطين إنه إحنا الأربع دول قاعدين
ونقول عنكم إحنا معكم ما تخافوا إحنا أهلكم ما هذه أكبر دعم وأكبر حاضنة. طبعاً بدهم الكلمة الطيبة، طبعاً بدهم يانا نكون معهم دائماً. كمان عايزة أكد لحضرتك هو مش فقط دعم، هو فلسطين لها صوت في هذا البرنامج. شكرا. صوت حقيقي. طبعا صحيح. شكرا على هاي بس حلوة هاي، يعني هاي يعني بتلخص موضوع فلسطين. هي مثل ما حكيت انه هي عقيدة، احنا مقدسيين الأربعة، يعني يعني الناس يعني بنظروا اذا كان هنالك إثنية سامية، مش بيقولوا بعد قيامة نوح، احنا اهل السام، يعني احنا اهل السيادة، وبالتالي عربوها أو الأشوريين فأصبحت شام، لكن نحن أهل السيادة. فلا يوجد، مرة ثانية بأكد، لا يوجد ما بين نيلي وفراتي، هذول من الجنة ثنتين، إلا مقدسيين عقيدتهم فلسطين. وهذا أجمل ما يكون في مسك الختام. الدكتور والباحث السياسي حازم قشوع، شكرا لتواجدك في برنامج بيت للكل، شكرا لهذه الروح الوطنية والانتماء الحقيقي لفلسطين العروبة، فلسطين الصمود والتحدي والشهداء والإباء، وحقيقة نحن كعرب من خلال هذا البرنامج العربي بيت للكل متفقين دائما قلبا وقالبا أن صوت فلسطين لن يسكت، وأن هذا الصمت سوف يخرج عن صمته حقيقة ليقول للعالم بأن الفلسطينيين سوف ينتصرون لأرضهم وتعود الأرض إلى أصحاب الأرض. شكرا لتواجدك في البرنامج العربي بيت للكل ونورتنا. إذن أنتم أيضا مشاهدين الكرام وصلنا إلى مسك ختام هذه الحلقة التي تحدثت عن القدس، عن فلسطين الحبيبة، وأنا بدوري كعراقي هو بلدي الثاني أقول عبثا ما أكتب يا وطني، إحساسي أكبر من لغتي، وشعوري نحوك يتخطى صوتي، يتخطى حنجرتي، عبثا ما أكتب يا وطني. دمتم في أمان الله.